بصي يا سنة فاتن، الحصة اللي فاتت أخدنا الباترون رسمناه وقصينا على القماش، تمام؟ النهاردة بقى إن شاء الله هنخلص القطعة اللي قدامنا، هنعمل لها اللفق بتاعها، اللفق دوت هعمله حوالين القطعة كلها، وبعد كده هنعمل الفورم هنعمله للرقبة، خلاص كده؟ نيجي الأول للفق، هعمل اللفق إزاي؟ هوريكم جزء وهسيبكم تكملوا، طيب هاجي هنا طبعا دوت لازم يبقى ايه في الديل خلاص هاجي هتني تانية صغيرة كده واخد تانية عليها خلاص طيب واحط الدبوس بتاعي عشان التانية ديت ما تتفكش مني وانا شغالة التانية دي بقى هاخدها الاول حوالين المسطح كله خلاص انا كده هشتغل الجزء ده وبعد كده نكمل طيب اللفقه دي اعملها ازاي بصوا معايا قربوا كده عشان ده هتشتغل همسك القطعه بتاعتي بالمنظر ده ادي الثانيه اهي الثانيتين عشان ما ينسلش خلاص كده هاجي هثبت اول حاجه الخيط بتاعي اثبته ازاي بصوا ادخل كده اهو في الثانيه اللي انا تانيها ادي كده غرزه خلاص واجي اعمل عليها غرزه كمان يبقى انا كده ثبتت الخيط بتاعي من غير اهو من غير ما اعمل له ايه العقده اللي بنعملها تحت ودي هتتقص مفيش اي مشكله طيب الغرزه بتاعتي بقى اعملها ازاي قرب بص القماش بتاعي نفسه نفس القماش اهو ادي الثانيه وده القماش اهو هاجي في القماش انا خلاص دخلت هنا في الثانيه هاجي في القماش لسن الابره بتاعتي هاخد فتله فتله خلاص احنا بنقول لف يعني حاجه ما تبانش خالص فتله اقعد ادور عليها كده بسن الابره اهي خلاص خلي بالكم عشان النسيج النسيج ضعيف خلاص واجي اروح داخله في الثانيه اللي انا واخداها مفيش اي مشكله خلاص هاجي اكرر الموضوع تاني دلوقتي انا فين في الثانيه هاجي للقماش نفسه بسن الابره بصوا بسن الابره واروح داخله في الثانيه اللي انا واخداها تاني هي تاني ولا عرفنا طيب اخش كده اهو اهي بصوا يعني تكاد لا تذكر يعني سن اخش اخش في الثانيه ايوه لا ايوه 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 اسحبي بقى الابره ماشي